الحميدان أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن عودة عروض الأفلام في صالات دور السينما في المملكة، وأكدت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأهابت الهيئة بجميع مشغلي دور السينما بالالتزام بما تضمنه الدليل الإرشادي لعودة نشاط السينما من تدابير وإجراءات وقائية تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الزوار. للحديث أكثر حول البروتوكولات الصحية المتبعة في دور السينما تنضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذة أخلاص جبرين، وهي مديرة صالة كبار الشخصيات بموفي سينما. أستاذة أخلاص حياك الله معنا في أهلا. أهلا بك حياك. أول شيء نبارك لكم عودة نشاط السينما، وثانيا يليت تلقي لنا الضوء على أبرز الإجراءات الاحترازية اللي تتخذونها اليوم أمام الأشخاص اللي جايين يحضروا للسينما. أكيد بالنسبة للموفي سينما قمنا بتطبيق جميع التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة زوارنا وموظفينا. في البداية قمنا بتدريب وتأهيل جميع الموظفين على إجراءات السلامة اللازمة للحفاظ على ضيوفنا دائما سالمين. طبعا في موفي سينما نحرص بشكل مستمر على تطهير جميع الأسطح والأماكن العامة بالإضافة إلى تعقيم جميع المقاعد وصالات العرض بعد كل فيلم. خففنا الطاقة الاستيعابية في دور السينما عشان يكون في تباعد اجتماعي للنصف تقريبا، وعشان يكون بين كل عرض والعرض اللي بعده في وقت كافي عشان يكون تعقيم كافة السينما وكافة المقاعد. طبعا عندنا إجراءات عمليات صيانة أجهزة التكييف والفلاتر لضمان جودة ونقاء الهواء في جميع أجواء السينما. ولتعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي قمنا بوضع ملصقات إرشادية لتوجيه العملاء وضمان ترك مسافة مترين في جميع الأوقات. جميل. الداخلين إلى قاعة الفيلم ملزمين بارتداء الكمام أثناء فترة العرض؟ بالضبط. يعني أثناء دخول القاعة؟ بالضبط. جميع العملاء لازم يكونوا مرتدين الكمامة بالإضافة للموظفين، وفي عندنا سفراء موفي منتشرين في صالات السينما وفي دور العرض وفي الساحات الخارجية عشان كمان نتأكد إنه كل العملاء الموجودين عندنا يلتزموا بهذه القوانين من أجل مراقبة ارتداء الكمامة. بالضبط. وبقية الإجراءات الاحترازية. طيب بالضبط. الأكل والشرب مسموح فيه داخل القاعات ولا لا؟ مسموح في داخل القاعات، طبعا في تباعد اجتماعي بحيث انه حتى لو انت مضطر تاكل وقت الاكل حتضطر انك تنزل الكمامه، بس ما حيكون لا امامك ولا خلفك ولا في جهه في جنب جوانبك، ما حيكون في احد جنبك، يعني انت متاكد انه انت مطبق التباعد الاجتماعي. طيب برضه بالنسبه تفضلي اتفضل. لا كملي اجابتك وبقول لك السؤال. وكمان وقفنا، حاب أقول لك إن إحنا وقفنا النقد بحيث إنه جميع التعاملات بالنسبة لشراء المأكولات والمشروبات داخل السينما حتكون عن طريق البطاقات البنكية فقط. تنظيم المقاعد في داخل القاعة كيف راح يكون؟ يعني بين كل مقعد وآخر كم حتكون؟ هل في مقاعد جنب بعض ولا لا كل المقاعد فيها تباعد؟ كل المقاعد فيها تباعد. خفضنا الطاقة الاستيعابية بالنسبة للمقاعد داخل السينما بنسبة 50%. احنا حريصين جدا انه يكون في تباعد اجتماعي. زي ما قلت لك انه حيكون امامك وخلفك يمينك ويسارك، ما حيكون في احد جالس جنبك. طيب الاخيرا خلال اليومين اللي فاتت الاحد والاثنين، بصراحة كيف كان الاقبال على دور السينما عندكم؟ يعني كان في اقبال جيد ولا الناس ما زالت متخوفة وملتزمة منازلها؟ أكيد الناس في البداية حتكون متخوفة. في إقبال بصراحة، بس مش زي ما كنا قبل. الناس ما زالت حريصة ومتخوفة. أتوقع أنه هذا دليل على كمان وعي الناس، ارتفاع وعي الناس، وأتوقع أنه كمان خلال الأيام الجاية حيزيد بما أنه الناس مطبقة الشروط. أتوقع أنه حيزيد. معليش سؤال أخير، إحنا اللي حيدخل للقاعة مباشرة في قياس لدرجة الحرارة ولا بس يكتفى بدخوله للمول ككل؟ لا، داخل السينما كمان بمجرد أنك توصل بوابة السينما حنقيس درجة حرارتك، وبعد كده حيسمح لك أنه أنت تدخل لو كانت ما في، لو كانت درجة حرارتك غير مرتفعة. كمان بالنسبة وقفنا إحنا شباك التذاكر عندنا في موفي سينما. واضح. نعم. أي أحد حيجي حيكون لازم يكون عنده التذكرة، تم شراءها أونلاين أو من خلال التطبيق. أستاذ أخلاص شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا.